الأخبار عندنا النهاردة، وزارة الدفاع الأمريكية البنتاغون أعلنت أن الولايات المتحدة قررت رفع الحظر على تسليم 10 طائرات أباتشي. زي ما احنا عارفين كانت العملية أو الصفقة دي، صفقة التسليح دي، واقفة من قبل الولايات المتحدة الأمريكية بعد عزل مرسي في انتفاضة أو ثورة شعبية. انه كمان المتحدث جون كيري المتحدث باسم البنتاغون او قال لنا ان وزير الدفاع الامريكي تشاك هيجل اتصل تليفونيا بوزير الدفاع او نظيره المصري الفريق اول صدقي صبحي، وقال له رسميا بالقرار ان اداره الرئيس اوباما قررت ان هي تسلم مصر العشر طائرات الاباتشي. وبالنص بقى في البيان الصادر من البنتاغون، النص كده بيقول ان وزير الدفاع الامريكي يعتقد ان الطائرات الهليكوبتر الجديده هتساعد الحكومه المصريه في التصدي للمتطرفين وهتدعم عمليات مكافحه الارهاب في سيناء. طبعا يعني سيبكوا بقى او سيبنا من العشر طائرات، وده موضوع مهم طبعا وكل حاجه، لكن لازم نحط خط وخطين وثلاثه تحت فكره مكافحه الارهاب. ده يعني معناه او بيعكس بوضوح إن الولايات المتحدة الأمريكية اعترفت أخيراً إن مصر فيها إرهاب وإن إحنا بنحارب الإرهاب، وده في تصوري تطور مهم ممكن نفهمه في إطار اللي بيحصل في المنطقة أو في العلاقات بيننا وبين الولايات المتحدة الأمريكية، ومنها طبعاً الاعتراف بشرعية 30 يونيو و3 يوليو، وإن إحنا ما كنا ولو إن إحنا يعني أصلاً ما كناش محتاجين شهادة حسن سير وسلوك من حد، لا من أمريكا ولا من غيرها، لكن دلالات ما يحدث. في بعض وكالات الأنباء ربطت بين خبر العشر طائرات وبين قرار وزير الخارجية الأمريكي جون كيري بأنه شهد في الكونجرس بأن مصر أوفت بالمعايير الرئيسية اللي بتسمح لواشنطن بالإفراج عن بعض المساعدات اللي جرى تعليقها. وأنا عن نفسي هربط، مش زي ما هم ربطوا، هربط ده بخبر سفر وزير الخارجية نبيل فهمي، لأنه هو غادر القاهرة النهاردة رايح الولايات المتحدة الأمريكية وهيلتقي بالمسؤولين الأمريكيين في واشنطن، وهيجتمع مع الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون، وهيقابل كمان أعضاء أو عدد من أعضاء موجودين في المراكز البحثية، وكمان هيقول محاضرة من خلال ندوة في سان فرانسيسكو. تصريحات جون كيري، طائرات أباتشي، مكالمة هيجل، بيان البنتاغون، زيارة نبيل فهمي، بيقولوا إنه العلاقات المصرية الأمريكية هتاخد شكل مختلف في الفترة الجاية. يعني تركيب البازل بيقول كده. عندنا كمان